أهلا بكم. أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة حرص مملكة البحرين على دعم القضايا البيئية كافة، لا سيما المعنية بالتنوع البيولوجي، لما لها من أهمية بالغة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبمناسبة يوم الحياة الفطرية الخليجية الذي يصادف 30 ديسمبر، أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد أن مملكة البحرين بذلت إنجازات ومكتسبات مشرفة إقليميا ودوليا في مجال المحافظة على البيئة والتغير المناخي، وكذلك تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الحيوي مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون. وأشاد سموه بالجهود الطيبة التي تقوم بها دول مجلس التعاون في تنفيذ اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، إذ خصصت يوم 30 ديسمبر من كل عام للاحتفال بالحياة الفطرية، وذلك بهدف توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الحفاظ على الحياة الفطرية وتعريفهم بالجهود التي تبذلها الدول الأشقاء بالمجلس في سبيل حماية واستدامة الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية. وأشار سمو الشيخ عبد الله بن حمد إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يبدي اهتماما كبيرا في مجال التوعية البيئية وأهمية الحفاظ على الحياة الفطرية ودورها الكبير في حياة الإنسان، وذلك من خلال تنظيم العديد من الزيارات والأنشطة الميدانية لمجموعة من المحميات والحدائق المعنية بالمحافظة على الحياة الفطرية والمساهمة في المشاريع الخاصة بطلبة المدارس والجامعات بشأن نبات القرم والمشاركة في ندوات حوارية عن مشروع نبات القرم وأهميته في تخفيف آثار تغير المناخ، وذلك سعيا من المجلس الأعلى للبيئة لتعزيز الوعي والاهتمام البيئي لدى كافة فئات المجتمع. وأكد سموه أن المحميات الطبيعية المتنوعة والتي تميزت بها مملكة البحرين تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه في الحفاظ على الحياة الفطرية. وقد قام المجلس الأعلى للبيئة بتدشين مشتل نبات القرم الواقع في منطقة رأس سند ضمن محمية خليج توبلي، وذلك من أجل تكثيف الجهود الوطنية الرامية للمضي قدما نحو زيادة الرقعة الخضراء ومضاعفة أشجار القرم إلى 4 أضعاف بحلول عام 2035، وذلك تماشيا مع التزام مملكة البحرين للوصول للحياد الكربوني الصفري للحفاظ على البيئة والحد من آثار تغير المناخ.